رجعنا تاني مع الأستاذة نهلة ونعرف بقى الأكل الصيني. أول حاجة بقى أنت قلتي لي إحنا هنعمل رز. رز أبيض من غير حاجة خالص؟ من غير حاجة خالص، هو أصلا بيعملوه على البخار. وممكن بقى حلة الكسكسي يعني؟ زي حلة الكسكسي، ودلوقتي طالعة حلل كتير حديثة يعني بالكهرباء ومش عارف حاجات كتير قوي، ان انت تعملي الرز على البخار او الاكل كله على البخار. هو اصلا اكلهم بيعتمد على السوتيه اللي هو زي المسلوق او اللي هو التحمير السريع، بحيث ما فيش بقى تسبيك وما فيش بقى غلي، كله كده حاجات بسيطه. ما تلاقيش صحي، ما تلاقيش حد عنده كوليسترول، وما تلاقيش حد يعني الحمد لله مدملك زي غاليه. مفيش حد مدملك زي غاليه، كلهم ما شاء الله رشاقه. طب يعني هنعمل دلوقتي رز مسلوق في ميه وملح بس ابيض. ممكن يختي بقى له طعم. ممكن جميل قوي مع الخضار، ده بيبقى حلو، ما بيديكيش بقى التخمه دي والكسل، مفيش بقى كوليسترول، مفيش سكر. طيب نعمل الرز. انت عارفه ان في مدينه كامله في الصين مفيش حد فيها عيان باي مرض من الامراض دي؟ دي مدينه ايه؟ او تقريبا كلهم يعني. دي مدينه ايه دي؟ هم اصلا انت عارفه 56 مقاطعه. 56 يعني مقاطعة، مقاطعة زي المحافظات يعني. يعني زي عندنا كده أسوان الأقصر هم عندهم الـ 56. فتخيلي بقى ال 56 دول كلهم بأكل معين. يلا قولي المقادير معانا كده غالية. عاوزة إيه؟ نجيب الفراخ. أيوة. البانيه مقطعة قطع صغيرة. والنبي يا أختي بلاش المقالب بتاعتك دي، أنت عملت لي المعلقة غريبة قوي. يلا. جيت أديكي معلقة عملت فيها حاجات غريبة كده مش قادرة أفهمها. خدي اختي ايه الحاجات تفهمها يعني، ما تعملي كده، ايه الصعب يعني؟ لا مش صعب ولا حاجه. طب ما اهو هوب زي الفل. وبعدين انت عماله تعملي لي في حاجات صيني، طب ما انا يا اختي عندي الحاجات المصري. حاجات ايوه انت عماله تشقلبي لي الدنيا شمال ويمين. طب ما هو طب والزيت اللي على النار ده يعني هنعمل ايه؟ اهو انت بتشقلبي بالعصيان والبتاع بتاعك البرتقال وغاليه اهو. قولي بقى اهو. ها ايه رايك؟ القلل البحر بيضحك ليه؟ يلا لا قولي القلل القناوي افرح وانا ناوي القلل القناوي. لا صين بقى ولا غير صين. بس برضه حبايبنا ربنا يا بتوع الصين ما يجيب لكم اي زلازل ولا يهد لكم بيوت ابدا. قولي امين امين بس كده. قولي لي بقى هتعملي ايه؟ بصي بقى عشان احنا بنسيبنا الطاسه انت حطتها. طبعا ده نص كيلو بانيه مقطع قطع صغيره اهو. ايه على قد ايدك مطول. أو بلاش لو مش عايزين حتى فراخ. لو الخضار بس، أي نوع خضار كمان إضافة للخضار ده. بس ده نص كيلو بانيه متقطع قطع صغيرة. هات نشوح يلا ونقلب على بعض. تريك تريك تريك. واحنا بنعمل نقول على طول. بصي بقى أنا ممكن أطبخ كده وأمشي كده، ولو طشت ولا زال عشان أنت يا ستي مهارات متعددة المهارات أنت. مش أي حد أنت. يعني أنت مش لازم البرتقال كمان. أنا كمان الأولى لو شفتي. ما اعرفش بقى تحطي الحاجات بتاعتك دي فين. انت عاوزه بس انا هخدم عليك. اعملي ايه ده؟ انت جايبه ابر ولا عصيان؟ العصيان الصيني. والنبي انا لو قعدت هنا بصي رقبتي كده على البيض عشان يفقس مش هعرف اكل بدون. بس انا جبت لك من الاخر. قعدوا يعلموني اعمل بيهم كده، ما عرفتش ابدا الصراحه تتقال اعمل ايه؟ ما عرفتش. هما متعودين عارفه تبقى عيبه قوي لو في طفل في عزومه وقاعد بياكل بالعصيان وما عرفش ياكل، تبقى عيبه في حق الام قوي. ان هي ما علمتوش. ما علمتوش العصيان. بس هما الستات في السن بيعلموا اولادهم كل حاجه كويسه. هما وليهم قيم واخلاق، وتلاقي العيل كده يعني متربي كده وجميل. انت عارفه كل تعاليم الاسلام بتاعتنا هما بيعملوها بعادات والتقاليد، يعني هي عاداتهم وتقاليدهم زينا بالظبط. يعني احنا مثلا متربيين من على نهر النيل، حضارتنا على نهر النيل. هما على النهر الاصفر. بلد زراعيه زينا. بس طبعا هما دلوقتي ما عندهمش قله زي بتاع غالي. لا لا القله دي بتاعتنا احنا. هما عندهم بقى بيشربوا من ايه؟ بيشربوا من ايه؟ بيشربوا من الفريزر. هما في التكنولوجيا مقصر. انا دايما بفرح قوي. بس خلي بالك عندهم قلل برضو بس بشكل تاني، يعني نفس على فكره نفس العادات والتقاليد. طب اقول لك على حاجه، انا ما عرفتش اعمل بالبرتقال. حاولت انت تعرفي تشيلي القله زيي؟ انا؟ لا. ها؟ لا. تعرفي ده سهل اهي. بصي اهي اهي بصي بصي اهي. يعني انا اقعد اجرب بقى واقعد ان اخلي الناس تضحك عليا؟ لا بس اوعي تقع. بصي انا امشي بيها سنه اهي
ولو الناس ما يقولوش غاليه اتجننت. لا ما اتجننتش، دي مهارات خاصه. ايوه امشي بيها سنه. لا والله جميل. احنا كنا زمان نرقص بها في الافراح تحيه كده. ما لغايه دلوقتي على فكره. فانت بقى تعرفي تشيليها ولا تعرفيش؟ لا ما اعرفش. تحاولي؟ انا اعرف اعمل بها كده بس. وريني. يعني امسك العصيان بتوعي. ادي العصيان. ما اعرفش اعمل بيها، انا ممكن اعمل بيها بس كده، يعملوا كده يروح عاملين البحر بيضحك لي وانا نازله عامله الاولى. ده كده كفايه عليكي يا امي.